بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث السادس من باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة وهذا الحديث يتضمن بيان أن الكلب أن الساب وهو محمد ابن السائب جاء إلى المدينة ليفحص عن عالم آل محمد عليهم الصلاة والسلام فأرشدوه إلى عبد الله ابن الحسن فذهب اليه وساله اسئله لم يوفق للاجابه الصحيحه فيها فعلم الكلبي ان عبد الله بن الحسن ليس هو الامام ثم ارشد الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام والامام قبل ان يسال الكلبي اسئلته اراه ايه في علمه وفي مجال تخصص الكلبي وهو الانساب بحيث تبين للكلبي ان الامام عليه الصلاه والسلام اعلم منه في مجال تخصصه ثم سال اسئلته واجابه الامام بما يتقتضيه السنه المطهره ومن قبل القران الكريم وبذلك علم الكلبي ان اعلم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في ذلك الزمان هو الامام الصادق عليه الصلاه والسلام فدان بامامته. في الحلقه الماضيه ذكرنا سؤالين من اسئلته وجوابهما. واما السؤال الثالث ثم التفت الي فقال سل فقلت اخبرني عن اكل الجري قال ان الله عز وجل مسخ طائفه من بني اسرائيل فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والمارماهي والزمار وما سوى ذلك وما اخذ منهم برا فالقرده والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك فقلت في نفسي ثلاث هذا كان سؤاله الثالث حول اكل الجري والجري سمكه تكثر في الفرات لا فلس لها وقد ذكرنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى احل من الموجودات البحريه الاسماك التي لها فلس فقط والاربيان الروبيان واما سائر الموجودات البحريه سواء لم تكن سمكا كالاخطبوط او كانت سمكا لكن لا فلس لها فهي اسماك محرمه وهي موجودات بحريه محرمه لا يجوز اكلها شنو سبب الحرمه الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا الا لحكمة، ولا يحل شيئا الا لحكمة. التشريع بيد الله، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم ايضا، لا يشرع عبثا كما انه لا يخلق عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، الله سبحانه وتعالى سواء في جانب التكوين أو في جانب التشريع لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا عبثا، وإنما خلقه لحكمة وتشريعه لحكمة، المحرمات هذه حرمت لحكمه في التحريم باعتبار المفسده في تلك المحرمات المحللات لا توجد فيها مفسده لذا الله سبحانه وتعالى احلها الواجبات فيها مصلحه ملزمه لذلك الله سبحانه وتعالى اوجبها هذا ليس بمعنى ان الله سبحانه وتعالى تابع لشخص او لشيء كلا وانما الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء بكيفيه يكون الحكمه في تحليل بعضها والحكمه في تحريم بعضها والحكمه في ان يكون بعضها حلالا وبعضها حراما فاذا ما هي الحكمه في تحريم هذه الاسماك كالجري والاسماك التي لا فلس لها الامام عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى خصوص سؤاله اللي هو حول الجري اجابه بسبب التحريم وهو ان الله سبحانه وتعالى غضب على اقوام من بني اسرائيل فمسخهم المسخ بمعنى تبديل شكل الانسان الى حيوان في القران الكريم ذكر منها القرده قلنا لهم كونوا قرده خاسئين الله سبحانه وتعالى مسخ مجموعه من بني اسرائيل بشكل قرده مجموعه مسخهم بشكل خنازير مجموعه مسخهم بشكل حيوانات اخرى تسمى المسوخ لان الله سبحانه وتعالى مسخ هؤلاء العصاة بشكل تلك الحيوانات، لا أن هذه الحيوانات هي من ذرية أولئك المسوخ، كلا، لأنه في الأدلة المعتبرة ورد أنه أي إنسان مسخ بشكل حيوان لم يبقى ثلاثة أيام، يعني خلال ثلاثة أيام الله سبحانه وتعالى أهلكه. وإنما مسخهم بشكل هذه الحيوانات، فهذه الحيوانات أشكالها أشكال مغضوب عليها من الله سبحانه وتعالى بسبب مسخ مجموعة من البشر على تلك على شكل تلك الحيوانات، على صورة تلك الحيوانات، والتحريم تارة يكون بسبب الضرر. يعني شيء مضر الله سبحانه وتعالى يحرمه. تارة التحريم لا يكون لأجل الضرر، وإنما يكون لأجل مفسدة أخرى. في مورد المسوخ قد لا يكون في لحومها الضرر، وقد يكون لا نعلم ذلك، لكن علة التحريم كونها مسوخاً. يعني شبيهة بأناس غضب الله عليهم فمسخهم على شكلها. هذه تُذكر بعذاب الله سبحانه وتعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى من التحريم لعله يعني ذلك أن يتذكر الإنسان عذابه. عندما تشوف إلى القرد تتذكر أن الله سبحانه وتعالى مسخ أقوام على شكله تتنفر منه إذا لحمة حلال خلاص يصير عادي كالخروف اللي موجود مثلا أو البقر لكن لما اللحمة حرام الإنسان يتنرفز منه يعني الآن الخنزير إذا تجيبه أمام المسلمين بمجرد أن يشوفوه تنقبض أنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى حرمه أما تروح يوم النصارى الذين يأكلون لحم الخنزير ويستطيبونه ويتلذذون بأكله عاد يعدهم عندما يكون محرما يصير هناك نوع من الامكماش منه عندما يكون محلل ما موجود هذا الشيء لعل الله سبحانه وتعالى في تحريم المسوخ أراد انكماش النفوس منها بعد معرفة سببها أن قوما أو أقواما الله سبحانه وتعالى غضب عليهم فمسخهم بشكل بهذه الصورة حتى الإنسان يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعصية ولعل هناك حكم وعلى الأخرى لا نعلمها ولكن بالنتيجة أي حيوان مسخ الناس على شكله هذا يعتبر من المحرمات ولذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول ان الله عز وجل مسخ طائفه من بني اسرائيل في هذا الكلام اشعار بان المسخ هذا النوع من العذاب الدنيوي بدا من بني اسرائيل ولم يكن من قبل بني اسرائيل ذلك مسخ طائفه من بني اسرائيل على شكل حيوانات بريه او على شكل حيوانات بحريه فما أخذ منهم بحرًا، يعني ما أخذ شكل الحيوانات البحرية فهو الجري والمارماهي والزمار، هذه أسماك توجد في الفرات كثيرًا. وما سوى ذلك يعني حيوانات أخرى أيضًا مسخ الله سبحانه وتعالى قومًا من بني إسرائيل على أشكالها، ومذكورة في روايات أخرى. وما أخذ منهم برا يعني أخذ شكل الحيوانات البرية فالقردة والخنازير والوابر الوابر دويبة كس النور مثل البزونة شوية أصغر منها والورك الورك حيوان زاحف تقريبا أصغر من الضب يشبه الضب وما سوى ذلك فعلة التحريم أنها مسوخ من المسوخ، فقلت في نفسي ثلاث، هذا هو الجواب الصحيح، ثم التفت إلي فقال: سل وقم، هو كان عنده أربعة أسئلة. الإمام يريد يبين له أنه أني أدري ما يدور في خاطرك، وهذا ليس من علم الغيب، هذا تعلم من ذي علم كما يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في نهج البلاغه لان علم الغيب يختص بالله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته قد يخبر بعض انبيائه بالغيب في سوره الجن فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول والرسول قد يبين لنا بعضا من هذا العلم هسه احنا الان هل نعلم بالقيامه؟ نعم. وهل نعلم ببعض تفاصيل القيامه؟ نعم من اين؟ هل هذا علم الغيب؟ لا وإنما لأن الله أخبر رسوله في القرآن والرسول تلا القرآن علينا ونحن حينما نقرأ القرآن هذه المغيبات بإخبار الله رسوله وبإخبار الرسول إيانا نعلم به الرسول صلى الله عليه واله اخبر امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام بما كان وما يكون وما هو كائن. لان الله سبحانه وتعالى علم رسوله ما كان وما يكون وما هو كائن، وامره ان يعلمها عليا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. فاذا تقول ان الرسول والائمه يعلمون بما يدور في ذهن زيد وعمر هذا بتعليم من الله سبحانه وتعالى الله علمهم ولا مشكله في ذلك اذا تقول بان الرسول بنفسه بدون تعليم من الله يعلم الغيب فهذا غلو ويؤدي الى الكفر لكن إذا قلت إن الله أظهر الغيب على رسوله محمد صلى الله عليه وآله فلا محذور في ذلك زين الإمام الصادق هنا يريد يبين للكلب أنه يعلم ما يدور في ذهنه بتعليم من الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله قال سل وقم السؤال الرابع أخير سؤال اسأل وبعدين انصرف اذهب إلى عملك فقلت ما تقول في النبيذ ذكرنا في أوائل هذا الحديث قبل حلقات أن النبيذ من النبذ النبذ يعني الإلقاء أنت تشيل حصات وتلقيها هذا يقال نبذ الحصات فانبذ اليهم او فانبذ اليهم يعني ارم اليهم كلام القتال النبيذ بمعنى القاء شيء في الماء استعمال النبيذ في لغه اهل العراق كان يختلف عن استعمال النبيذ كلمه النبيذ في لغه اهل الحجاز اهل المدينه أهل المدينة لأن ماء المدينة كان مالحاً ففي كل حيب ماء في كل كوز في كل شن يلقون تمرة تمرتين ثلاث تمرات حتى شوية الماء يحلى الملوحة تصير أقل يعني لا يحس بها هذا المقدار لا يغير لون الماء ولا يغير ريح الماء، ولا يغير طعمه الا لتقليل الملوحه، حتى الماء لا يخرج عن الاطلاق اصلا، يصير واحد يغتسل بذلك الماء ويتوضا به، لا يخرج عن كونه ماء مطلقا، لان هذه التحليه تحليه جدا بسيطه. هذا النوع حلال، لان الماء تلقي فيه تمره او تمرتين او ثلاث تمرات مثلا. لا يتغير الماء الا بمقدار تقليل الملوحه. اما النبيذ عند اهل العراق فكان هو نوع خمر، لانه كما ذكرنا استخراج الخمر يكون باحدى طريقتين. هناك فاكهه فيها عصير فيها ماء كالعنب، تعصر ويخمر عصير العنب فينقلب الى خمر. هذا النوع. نوع اخر فاكهه لا ماء فيها مثل التمر التمر ما بماء فاذا ارادوا استخراج الخمر من التمر ماذا كانوا يصنعون ياتون بماء في اناء ويضعون فيه تمر كثير ويضعون فيه الماده التي تسمى العكر هذه ماده مخمره بعد فترة ذلك الماء ينقلب إلى خمر، لونه، طعمه، رائحته تصير خمر، فنبيذ أهل العراق الكلمة بمعنى نبيذ الذي يستعمله يستعمل هذه الكلمة أهل العراق هو خمر، أما نبيذ أهل الحجاز أهل المدينة ليس بخمر وإنما ماء مطلق أصلا ماء قراح. السؤال الثالث فقلت ما تقول في النبيذ جن الإمام يعيش في المدينة والنبيذ في المدينة بمعنى الماء الذي ألقي فيه تميرات قليلة فقال حلال نبيذ أهل المدينة حلال لماذا؟ لأنه ليس بخمر ماء مطلق ماء قراح فقلت إن يعني في العراق ننبذ فنطرح فيه العكر، العكر مادة مخمرة وما سوى ذلك يعني غير العكر لأن هناك مواد مختلفة هي تكون مخمرات ونشربه فقال شهشه هاي شه كلمة شه, شه هذه كلمة فيها احتمالان، احتمال اسمه صوت ما لها معنى ولكن هي كلمة تقبيح مثل ما أنت تقول للطفل كخ كخ في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحسن أو الحسين عليه السلام عليهما السلام وكانا صغار أحدهما كان رفع شيئا ليضعه في فمه فقال له كخ كخ هذه الكلمة نحن الآن أيضا نستعملها هذه كلمة لا معنى لها وإنما هذه الكلمة صوت للتقبيح أو للتحذير مثل كلمة آه آه لا معنى له وإنما هذه كلمة للتفجع كلمة شهشه كلمة للتقبيح والبعض يقول يمكن هذه الكلمة مشتقة من من شوهة من التشويه التشويه أيضا هو بمعنى التقبيح فقال شهشه شه تلك الخمره المنتنه فقلت جعلت فداك فاي نبيذ تعني انت قلت حلال شنو ذاك اما هذا الشيء اللي يخمر قلت هذا الخمره المنتنه فقال ان اهل المدينه شكوا الى رسول الله صلى الله عليه واله تغيير الماء وفساد طبائعهم، الماء المالح المج هذا يؤثر على الإنسان، بعض الأحيان الإنسان متعود على نوع من الماء فلا بأس، لكن أحيانا الإنسان عندما تتغير طعامه يتغير طعامه يتغير أسلوب حياته قد الماء لا ينسجم مع مزاجه تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من التمر، مقدار كف، فيقذف به في الشن، الشن شنو هو؟ القربة البالية من الجلد، القربة من الجلد تسمى الشن، فمنه شربه. ومنه طهوره يعني حتى الماء ما يتغير يعني ما يخرج عن إطلاقه يبقى ماء قراح يمكنه أن يتوضأ به ويتطهر به فقلت وكم كان عدد التمر الذي كان في الكف شان فقال ما حمل الكف فقلت واحدة وثنتان فقال ربما كانت واحدة وربما كانت ثنتين ربما شوية أكثر فقلت وكم كان يسع الشن هذا الشن يعني هذه القربة كم كانت تسع قال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك فقلت بالأرطال قال نعم أرطال بمكيال العراق الرطل العراقي تقريبا وزنه يصير 314 غرام ونصف غرام يعني تقريبا كل ثلاثة أرطال يصير كيلو أو لتر فتقريبا أربعين رطل يعادل 12 كيلو تقريبا 12 لتر زين 12 لتر تضع فيه تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات هذا حتى لا يتغير بحيث أنه يصير ماء مضاف ما يصير ماء مضاف شوية طعمة يحلى بس الملوحة شوية تقل لا يخرج عن كونه ماء مطلقا فهذا حلال لا باس به. اما النبيذ الذي يوضع فيه تمر كثير ويوضع فيه العكر الذي هو ماده التخمير ثم ينقلب الى مسكر هذا خمر هذا، هذا نوع من انواع الخمر. الان هم المشهور في الالسن عندما يقال نبيذ يقصد به النبيذ الخمري. فهذا هو حرام والله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر في القرآن الكريم. فإذا الكلبي حصل على اجوبته التامه من الامام عليه الصلاه والسلام اجوبه تستند الى القرآن وتستند الى سنة النبي المعلومة صلى الله عليه واله و بهذه الأسئلة من قبلها في وسطها الإمام أيضا أراه آيات في علمه، هنا علم الكلبي أن أعلم أهل هذا البيت هو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا فيما مضى أن علائم الإمام متعددة، أول شيء وأهم شيء هو النصب من قبل رسول الله صلى الله عليه واله والائمه الماضين. يعني الرسول نص على امير المؤمنين علي عليه السلام ونصبه. وهكذا نص على سائر الائمه وكل امام ماض ينص على الامام اللاحق. هذا من العلائم واهم علامه. من العلائم المعاجز. يعني اذا صدر على يده معجزه فأيضا هذا الدليل على أنه إمام لأن هذا الإعجاز يتقارن مع ادعاء الإمامة أيضا كما أن الله سبحانه وتعالى منح الأنبياء معاجز مع كذلك شاءت شاء بحكمته أن يكون للأئمة معاجز وهناك علائم أخرى من جملتها العلم. لا تسأله عن سؤال الا اجابك الاجابه الصحيحه. واذا طلبت منه الدليل بين لك الدليل من القران ومن سنه الرسول صلى الله عليه واله المعلومه. فلذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام لم يحتاجوا في علمهم الى احد لان علمهم مقتبس من رسول الله صلى الله عليه واله. وسائر الناس احتاجوا في علمهم الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. قال سماع راوي الحديث قال الكلبي ثم نهض عليه السلام. الامام الصادق قام لانه عنده امور اخرى واشغال اخرى وبرامج اخرى وقد حصل الكلبي على مراده وقمت فخرجت وأنا أضرب بيدي على الأخرى وأنا أقول: إن كان شيء فهذا. يعني إن كان هناك علم فعند الإمام الصادق، أو إن كان هناك إمام فهو الإمام الصادق، أو إن كان هناك سؤال فهذا له. إن كان شيء فهذا. فلم يزل الكلبي يدين الله بحب آلهة هذا البيت حتى مات فاستمر الكلب بعد هذا الأمر بأن دان الله بحبهم يعني ارتبط بالله سبحانه وتعالى بحبهم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبهم وأمر بولايتهم وولايتهم أمر بولايتهم يعني أن تتولاه وتحبه وامر بولايتهم بالفتح يعني امر بسلطتهم وحكومتهم وخلافتهم الله سبحانه وتعالى جعلها لهم هسه اذا الناس لشقائهم لم يتبعوهم هذه مشكله الناس مثل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم كان امه عندما اراهم الايه في ان الاصنام ليست الهه وانه لم يحترق بالنار مع ذلك هؤلاء لا المعجزه امنوا بها ولا المنطق قبلوه لان اول حاججهم بالمنطق ثم اراهم المعجزه لم يحترق بالنار لم يتبعوه وانما اضطر الى الهجره وهم استمروا في كفرهم اهل بابل وعبادتهم للاصنام واتباعهم لنمرود هذا من شقائهم كان ابراهيم ادى ما عليه لله الحجه البالغه الائمه عليهم الصلاه والسلام هكذا اتموا الحجه للناس هسه الناس ما اتبعوهم ما اتبعوهم هذه مشكله الناس وليست مشكله الائمه عليهم الصلاه والسلام الناس في مكة لم يتبعوا الرسول. هاي مشكلة أهل مكة كانت. وحاربوا الرسول وقتلوا أصحاب الرسول في مكة وفي غزوة أحد، هاي مشكلتهم كانت. وإلا الرسول صلى الله عليه واله أدى ما عليه بأحسن وجه. وهكذا الأئمة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر ملك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين